شفت تقابلنا تاني ازاي يا متر؟ شوف سبحان الله، انا اتطردت من النقابة بس لسه عارف اشتغل. مش سهل انت، مش سهل. لا مش سهل، عظمي ناشف. بس خلي بالك ما تنشفش عظمك قوي، الاحسن يتكسر. لا ما تخافش علي، خاف على نفسك، الموج عالي، بعدين ممكن يجي حيوان اقوى منك وياكلك. انا مفيش حد اقوى مني يا فخر، انا النملة والديناصور مع بعض. مع بعض سبحان الله. بس احنا كتير قوي. انت بتتحامى في شوية النمل اللي انت لمنهم حواليك دول ولا ايه فخر؟ وانت مش قلت ان الديناصورات انقرضت والنمل الحقير ده هو اللي عاش؟ ولا انت بتنسى كلامك؟ وعليه فنيابة عن اهالي بلاء المتضررين، بوجه المساءلة لكل من شركة العبد للمقاولات وصاحبها سمير العبد، الكاشف جروب وصاحبها فهمي الكاشف، مصنع اللواء للأسمنت وصاحبها رفعت الشرنوبي، بتهمة بناء عقارات غير مطابقة لقواعد قانون البناء الدولي واللي مصر ماضية عليه، وكذلك قانون البناء الموحد اللي أقره مجلس الوزراء سنة 1977. وهتلاقي سيادتك نسخة من القوانين في ملف الدعوة. وعشان كده سيادة الرئيس، ونظرا لبطء الإجراءات وكثرة التفاصيل خلال الفترة الماضية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية لسكن الأهالي اللي لازالوا حتى الآن يبيتون في الشارع، بأطالب بإحضار السادة النواب عن المناطق المتضررة عشان نشوف جهودهم في التعامل مع الكارثة دي داخل مجلس الشعب، وهم السادة حاتم ولي الدين شعبان عن دايرة بناء الدكفور، أمل حسن عثمان عن دايرة ميت عقبة، مصطفى حسين المرصفاوي عن دايرة القلعة. بس أنا هكتفي بطلب حضور السادة وزير الإسكان ووزير التضامن الاجتماعي لسؤالهم بشكل مباشر عن الخطوات المنتظرة للتسكين والتعويضات.